نيلي كريم، انت دورك مؤديه ممثله رفيعه المستوى. لما جيتي تشتغلي الفيلم ده ما حسيتيش انه ممكن يحطك في ورطه سياسيه انك تدافعي عن افكارك او تقولي انا مع دول او ضد دول؟ حسبتيها ولا لا؟ انت يعني انحيازك للعمل الفني كان اقوى. لا انا طبعا لا انا سالت الحقيقه محمد، قلت له محمد انا هشتغل الفيلم ده لان انا عارفه، بصي ممكن السيناريو يتكتب حاجه بس انت في التصوير حاجه بس. محمد كان امين معايا جدا وقال لي انا طارح الفكره، كل واحد بوريه زي ما هو، ما عنديش حد جاي عليه وحد ضده، ما كانش ده موجود خالص. حتى اثناء التصوير احنا تقريبا طول الوقت موجودين مع بعض، لان هو كان من شروط ان احنا كنا دايما نكون في عربيه الترحيلات يعني. فحتى بعد من يعني مثلا اخوة جامايكا وبتاع كان وكنت بقول له انت على طول بتفكرني بحد اخواني معروف وبتاع ونقعد نهزر. لكن المشاهد كلها اللي مثلناها هي مشاهد انسانيه اكتر ما هي ليها علاقه بالسياسه، الا يعني هنتات بسيطه في الحوارات، فاهمه اللي هو روحوا انتوا يمين انتوا شمال، لكن الستريس كان على العوامل الانسانيه، زي كل الناس عايزه تشرب ميه، لما مي كانت عايزه تدخل الحمام. وانا اعتقد هي دي المشاهد المؤثره اكتر في الفيلم، مشاهد انسانيه.